أهلا بحضراتكم. الحقيقة أن شهر ونص من المتعة والترفيه من الحفلات الغنائية والفنية والعروض المختلفة والفعاليات الرياضية، عشان نعمل ده كنا محتاجين استعدادات من نوع خاص، استعدادات مختلفة. عدد كبير من القائمين على تنظيم هذا المهرجان كان لازم يكونوا موجودين على أرض الواقع وبيتواصلوا مع جهات مختلفة عشان يكون في تنسيق ما بينهم، وفي النهاية يخرج المهرجان بشكل يليق باسم مصر الجمال. صحيح يا شاذلي، واحنا بنتكلم عن هذا التنوع وهذا الزخم، واحنا مهرجان احنا بيطلق عليه ميجا فاستيفال او مهرجان كبير جدا او مهرجان الاكبر في الشرق الاوسط. من بدايه الفكره كان لازم يكون في توقع لتنظيم ومجهود تنظيمي جبار وكبير جدا. عشان كده خلينا نعرف تفاصيل تنظيم مهرجان العالمين الجديده، كمان نعرف تفاصيل اجنده مهرجان العالمين الجديده من المهندس عمرو احمد، عضو اللجنه المنظمه لمهرجان العالمين. صباح الخير على حضرتك، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. صباح الخير يا مصر، شرفت بيكم. طيب في البداية يعني طبعا ببارك لحضرتك وبحييكم الحقيقة على هذا المجهود الجبار، وانا عارفة انتوا عندكم الايام الجاية كمان لسه في مجهود كبير جدا وانتوا شغالين عليه، بس خلينا النهاردة نوضح للسادة المشاهدين النهاردة اليوم هيحصل فيه ايه، ايه اللي هيمشي النهاردة. امبارح كان بدأ تحدي نجوم الجيل الذهبي، النهاردة ايه اللي هيحصل؟ احنا النهاردة ان شاء الله هيكون في بطولة التك بول، هي عبارة عن لعبة رياضية انترناشنال ليها وزنها، واحنا جايبين ابطال يعني ابطال العالم في اللعبة اللي هي ناتاليا ومايا. وبعد كده هيبقى في بالليل احداث ترفيهية، يكون في يعني زي حفلة هتحصل، هيكون بمشاركة بقى كل النجوم اللي حضروا، يعني نهنيهم بنهاية الحدث بتاع النهاردة. وزي ما حضرتك شايفين السيت اب تحت اهو باين اكيد في الكادر يعني. وعلى طبعا وغير بقى الاحداث العاديه اللي هي اللي بتحصل في بقيه الناس بقى بتنزل تلعب برضو مع يعني الجمهور نفسه بينزل يشارك في اللعب مع النجوم دول، وبنعمل بطولات صغيره على مستوى الحضور. فمن ده النهارده اللي هيحصل يعني. عظيم. باشمهندس انا عايز اتكلم مع حضرتك عن الاستعدادات. اول ما خدنا القرار بان احنا هنعمل مهرجان العالمين، استعدينا ازاي؟ هو اول حاجه بالنسبه للاستعدادات واهم نقطه كانت ان احنا تكاتفنا جميعا، يعني تحالف من 10 شركات من اكبر الشركات في مصر والوطن العربي في اداره الفعاليات، وكمان تكاتفنا مع الاجهزه المعنيه زي مثلا هنا جهاز المدينه زي غيرهم، تكاتفنا كلنا عشان كده قدرنا نطلع بحاجه الحمد لله شكلها مشرف كده. بعد التكاتف ده ابتدينا نحط خطط تبين احنا يعني كل يوم هيمشي ازاي، وادق التفاصيل كنا بنبص عليها. يعني حتى مثلا لازم نتاكد ان عربيه الاساس، ما حضرتك شايف هناك مثلا هتبقى واقفه جنب الملعب عشان لو في اي اصابات، مش عارف عربيه المطافي لازم تكون موجوده، كل التفاصيل حتى عربيات الطعام هتكون في مكانها، الناس لما تخرج وتدخل من اماكن الفعاليات المختلفه هتتحرك ازاي وهتوصل ازاي للمناطق، ونسقنا مع الجهات المعنيه. فكل ده الحمد لله كان تخطيط يعني على مدى حوالي 6 شهور تقريبا مع بالتنسيق مع كل الجهات قدرنا نطلع الحمد لله بالشكل ده. يعني في بداية الفكرة نفسها ليه مثلا التفكير جه ان هو يكون ميجا فاستيفال، مهرجان فني ثقافي رياضي، ليه ما كانش فيه مثلا نقول ليش هنعمل مهرجان غنائي، مهرجان فني، مهرجان رياضي؟ فكرة الجمع بين كل هذه القطاعات دي ليه جت الفكرة دي في دماغكم، ايه الهدف منها؟ لان احنا مدينه العالمين الجديده تستحق انها تظهر بشكل وفيها امكانيات تستحق تقدر انها تستقبل حدث مهرجان بالحجم ده، الحجم الكبير ده. مدينه العالمين الجديده تقدر تستقبل فئات من جميع الاعمار ومن جميع الدول. احنا هنا جميع الاهتمامات ايضا بالظبط، احنا معانا ناس من مصر ومن الوطن العربي ومن ناس من بره، يعني من العالم كله جايين هنا في العالمين الجديده. فالعالمين الجديده مدينه تقدر تستقبل مهرجان بالشكل ده وتحط فيها استثمارات ويعني تبذل لها اهتمام كبير جدا بحيث انها تقدر تستقبل مهرجان بالاحداث ده. يعني انا الحقيقه بحييك وبحيي كل الشباب اللي موجودين في ارض الواقع على مساله التنظيم الرائع ده وتعاونهم مع الناس. يعني انا شفت اول ما جينا وشفنا الشباب وهو بيسخن لسه في التيك بول، هو احنا ممكن نلعب هنا؟ اه اتفضل ممكن تسخن هنا، ممكن الشباب الترابيزه دي فاضيه لو حابين تسخنوا تلعبوا شويه تعالوا. فكان في تعاون كبير جدا من الشباب المنظمين. النهارده حضرتك بتقول ان هيكون في النهائي بتاع التيك بول ونهائي الجيل الذهبي كمان. بالظبط كده. فاحنا يعني بالظبط يعني زي ما قلت لحضرتك النهارده هتكون احداث مين لي، احنا يعني بنعمل زي
يعني انجيجمنت او مشاركه للجمهور مع الفنانين عشان الناس نفسها تحس ان هي مش مجرد بقى جايه تتفرج، ده انت كمان جاي تشارك في المهرجان معانا وجاي تشارك كمان في تكريم النجوم حسب الفرق كده. اللي هتكسب بالظبط كده. طيب ممكن تقول لنا يا فندم الاجنده المهرجان المفروض المهرجان هيستمر لغايه 26/8 ايه اللي هيحصل بقى من دلوقتي ل 26/8؟ انا عارفه في كونسرتس، حفلات غنائيه، في مهرجان القاهره للدراما، في كمان المصمم العالمي مايكل سينكو هيكون موجود، حاجات كتير جدا. لو حضرتك تقول لنا ازاي بقى او الخريطه اللي هيتم على اساسها. تمام، هو المهرجان بيتقسم اربع احداث اساسيه: احداث رياضيه، احداث فنيه، احداث غنائيه، واحداث ترفيهيه. وكل احنا عندنا خمس اماكن او اكتر كمان فيها بيحصل فيها الاماكن الفعاليات دي كلها، وكلها بتربط ببعض. يعني حضرتك مثلا الصبح هتبقى مثلا داخل مثلا الفاشن شو اللي هو عرض الازياء، بعد سنه بالليل تخرج تروح بعد كده الحفله مثلا اللي هي بتاعت مغني مثلا مغني من المغنيين. فاحنا عشان يعني ممكن يكون في اكتر من ايفنت او اكتر من فعاليه في نفس اليوم. بالظبط، هي دي فكره ان احنا عاملين ميجا فيستيفال، ان حضرتك في نفس اليوم تتنقل من حدث لحدث، وحدث مثلا عائلي لحدث مثلا شبابي لحدث حضرتك مثلا تحضره مثلا مع مثلا حدث مع العيله. فالاحداث المختلفه كلها وفي اوقات مختلفه، يعني كنا بنحاول على قد ما نقدر نتاكد ان الاحداث كلها مربوطه ببعض في اوقات مختلفه في نفس الايام، بحيث ان الناس تستمتع اليوم في كله، تنوع طبعا، تبقى اليوم كله قاعده مبسوطه وحاسه انها يعني انا مش ملاحق اروح الحدث ده والحدث ده والحدث ده، وتبقى حاسه انها يعني في حدث ترفيه كبير. يعني ده غير طبعا انها الناس اللي اصلا يعني ممكن حضرتك مثلا انا بدي حضرتك مثلا بروجرام مثلا ممكن واحد مثلا يصحى الصبح يروح البحر، بعد كده يرجع يروح مثلا هنا هيكون مثلا في حدث رياضي الانترناشنال جي بادل، لعبه مشهوره جدا، والاتحاد نفسه بتاع الانترناشنال جي بادل جاي اتحاد دولي جاي هنا. صحيح. يلعب مثلا على البحر، فحضرتك تخرج من البحر تلاقي الحدث ده، بعد كده بالليل ترجع مثلا تغير تروح مثلا الحفله الغنائيه بالليل، بعد كده تروح مثلا عند النافوره الراقصه اللي احنا هنعملها، نافوره راقصه يعني حدث غير طبيعي، هتبقى كبيره جدا، من اكبر يعني اكبر نافوره راقصه في الشرق الاوسط. حضرتك هتروح هناك تستمتع بالعروض اللي حوالين النافوره، تستمتع بالاجواء، تلاقي مطاعم هناك حضرتك تقعد تتغدى هناك. انت بترضي اذواق كل الناس وكل الفئات العمريه كمان. بالظبط كده. طيب من خلال وجودكم بقى على الارض وتعاملكم بشكل مباشر مع الزوار والسياح، شايفين حاله رضا على وشهم؟ شايفينهم محتاجين حاجه؟ استفساراتهم كانت عباره عن ايه؟ تمام، احنا امبارح كان اول يعني امبارح واول امبارح كان اول تجربه ان احنا مع الجمهور دايركت، يبتدي يجي العالمين ويشوف بقى على الحقيقه، غير بقى استطلاعات الراي اللي كانت في مرحله التخطيط. في التنفيذ بقى شفنا امبارح الجمهور ازاي كان مبسوط، والناس كانت بتشجع، الناس كانت مبسوطه جدا، درجات كانت مليانه على الاخر. خد بالك ان العدد امبارح كان كتير والنهارده هيكون اكتر، لان اكيد في ناس قالت لناس فهيجوا يحضروا، وده نهائي. بالزبط. ده ما فيهوش هزار. بالظبط، ده النهائي يعني، فالناس كلها فمستعدين. مستعدين بالظبط كده. فالناس كانت راضيه جدا ومبسوطه وبالحدث، وابتدت تسالنا ان يعني بقيت بقى المهرجان هيبقى شكله عامل ازاي. احنا قلنا في الموقع الرسمي بتاع newalaminfestival.com هيلاقوا كل التفاصيل بتاعه المهرجان والبرنامج بتاعه موجود هناك. على الموقع ده، على الموقع الالكتروني اللي احنا عاملينه. طيب لحد دلوقتي تم تحديد مثلا مين المغنيين اللي هيكونوا موجودين في مهرجان العالمين؟ حتى لو مش هنتكلم عن تواريخ، ولكن مين اهم المغنيين او المطربين اللي هيكونوا موجودين؟ تمام، احنا عندنا كوكبة يعني من اهم المغنيين اللي موجودين في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم. عندنا تامر حسني، عندنا كايروكي، عندنا راس جاي من برا مصر يغني هنا، عندنا إليسا وعمر خيرت جاي، عندنا انغام وعندنا نانسي وراغب علامة، عندنا كارول سماحة، عندنا يعني مغنيين مختلفين من جميع الجنسيات مختلفة. من جميع الجنسيات المختلفة يعني. بالظبط. طيب هيكون في كمان، عرفت تحدي الجيت سكي ده هيكون امتى؟ الجيت سكي هيكون في اخر شهر 8 في اللاجون. وهيكون مسابقه يعني شرسه، لان هي ناس عالميين برضو جايين يشاركوا في المسابقه دي، فالموضوع يعني هيكون كبير زي ما حصل كده امبارح هنا، وهتحصل في اللاجون ناحيه الارينا كده. طب حضرتك متخيلين لما الباشمهندس بيقول ناس عالميين، شركات عالميه، اتحادات عالميه، لما دول يكونوا موجودين ويحضروا المهرجان، متخيلين انعكاسات ده على حركه السياحه الفتره اللي جايه؟ تمام، احنا طبعا احنا مدينه العالمين بتقول للسائحين اهلا بيكم، السائحين سواء من العالم كله او من مصر، اهلا بيكم، لان احنا هنا نقدر نستقبلكم ونرحب بيكم ونخليكم يعني في حاله من البهجه وحاله من الفرح وحاله من الاسترخاء. فعشان كده احنا ان شاء الله يعني السائحين لما يجوا هنا هيحسوا بفرق مختلف عن اي مكان تاني يعني. طب ده خليني اسالك بقى، في البدايه اصلا لما تواصلتوا مع هؤلاء النجوم، كل طبعا في مجاله يعني،
ايه ردود الافعال؟ يعني احنا مبدئيا ناتاليا جتلا ومايا اللي بنتكلم في التاكبول وحتى يمكن السوكر الفريلانسنج، ايه ردود الافعال اللي وصلت لكم منهم؟ حقيقة هم الاول انبهروا الاول ان مدينه العالمين كان عندهم فكره من زمان عنها انها مدينه الغام، فهم يعني انبهروا لما شافوا الاول مدينه العالمين ازاي اتغيرت في فتره قليله جدا، فده كان الانبهار الاولاني. الانبهار الثاني طبعا كان بقى باحداث الفعاليات والحجم الكبير للمهرجان زي ما حضرتك قلتي من شويه ميجا فيستيفال، فكانوا يعني متشوقين جدا ان هم ييجوا، وابتدوا حتى يحطوا على السوشيال ميديا عندهم ان هم جايين واستنونا هناك، وكانوا مبسوطين ان هم كمان هيقابلوا المصريين هنا وهيقابلوا ناس من جنسيات مختلفه، كانوا بصراحه حقيقي يعني مبسوطين جدا ورحبوا جدا بالفكره يعني، عشان كده هم جم شاركونا وقعدوا معانا. يعني مايا وناتاليا فضلوا معانا الثلاث ايام رغم ان هم مثلا كانوا بيقعدوا حتى اتفرجوا امبارح على ماتش النجوم المصريه، صحيح. كان ممكن بس هم كانوا مبسوطين لدرجه ان هم فضلوا قاعدين ويتفرجوا يعني. كانوا مبسوطين كمان بتواجدهم مع الناس يمكن في البيتش سوكر اللي هو بيبقى فيه، كان فيه كمان الترابيزات للتاك بول، كانوا مبسوطين اصلا كمان بيشاركوا الناس حتى لسه قبل ما الفعاليات تبدا. بالظبط كده بالظبط، عمالين يهزروا معاهم واحنا يعني كانوا حقيقي مبسوطين، يعني مش قاعدوا مثلا زي النجوم بقى اللي هو لا انا هقعد استنى لغايه ما يجي دوري ان انا العب، لا ده بالعكس في واجب وهعمله همشي. اه بالظبط بالظبط، هم حاسين ان هم جزء من المهرجان وجزء من مصر وجزء من العالمين. باشمهندس واحنا بنتكلم حضرتك عديت سريعا كده على المدينه الترفيهيه، خلينا نعرف الساده المشاهدين بالظبط ايه المدينه الترفيهيه ودورها اللي هتلعبوا في مهرجان العالمين الجديده. المنطقه الترفيهيه دي منطقه فيها قاعه احتفالات ومسرح والنافوره الراقصه هناك، المنطقه دي هتبقى يعني منطقه مختلفه تماما عن اي حد يعني عن اي مكان بيحصل فيه احداث، لانها هيبقى فيها بطولات بقى، بطوله الجودو العربيه هتحصل هناك، هيحصل فيها مسارح من انواع مختلفه من مسرح القومي من مسارح مختلفه، هيحصل فيها مهرجان الدراما هيحصل هناك، هيحصل فيها ماجيك شو كبير جدا يعني حقيقي يعني مسارح، بمعنى انه هيتم عرض مسرحيات فيها. بالظبط كده مسرحيات فيها بالظبط، وغير كده كمان هناك هيكون في احتفالات بقى طول اليوم، هيكون بقى في الناس تبقى واقفه مثلا تلاقي فجاه فرقه شعبيه جايه بتعمل عرض مصري اصيل حوالين النافوره هناك، والناس قاعده مثلا بتاكل بتتفرج هناك، فاحنا المنطقه دي هتبقى واحده من اساسيات المهرجان يعني. عظيم حقيقي يعني، نحب الناس انها تيجي وتتفرج وتقول لنا رايها هناك. طيب باشمهندس، هدفنا في الاعلام هو هدفكم في نفس الوقت، وهو دعم الاقتصاد، دعم القطاع السياحي، الترويج للسياحه في مصر. ازاي ممكن نروج اكتر لهذا المهرجان في الايام اللي جايه؟ يعني حضرتك قلت ان احنا عندنا ويب سايت وكاتبين عليه كل التفاصيل والفعاليات يوم بيوم، الاجنده موجوده عليه، هل في طرق تانية لتعريف الناس موجودين مثلا على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفه، صفح فيه بس مباشر موجود للمهرجان؟ احنا بالفعل عندنا خطه تسويقيه كامله زي ما حضرتك بتقول، منها خطه اعلاميه وخطه ليها علاقه بمواقع التواصل الاجتماعي، واحنا اوريدي عندنا صفحات تواصل اجتماعي بنروج فيها لكل الفعاليات وحاطين فيها كل الاحداث برده، زي طبعا برده نفس الكلام الموقع اللي احنا عاملينه. فاللي يساعدنا اكتر ان الناس فعلا لو هي فعلا مبسوطه زي ما بيحصل في الطبيعي انها تبتدي تحط بقى الستوريز وتحط الريلز بتاعتها وتقول قد ايه هي مبسوطه، تعبر عن سعادتها بالمهرجان من خلال السوشيال ميديا، وده اوريدي اللي ابتدى يحصل من امبارح يعني. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، والحقيقه جهد كبير جدا جدا، واعتقد هيبان كمان اكتر الايام اللي جايه، وهنتكلم عن فعاليات كتير جدا وفعاليات ضخمه، ويمكن اعتقد انه هذا المهرجان احنا مش موجود زيه، فكرته حتى فكره الحقيقه عبقريه، يعني فكره انه يكون في مهرجان فني ثقافي رياضي دي ما اعتقدش ان هي موجوده خاصه في هذا الموقع الفريد. بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس عمرو احمد عضو اللجنه المنظمه لمهرجان العالمين، نورتنا. شكرا جزيلا يا فندم.